اهلا بحضراتكم من جديد ودلوقتي جه مع الفقره الثالثه والاخيره واللي هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا اعتقد انه يعني ما بيت في مصر ما بيهتمش بالتربيه تربيه اطفالنا الحقيقه هي موضوع صعب جدا بس ممتع في نفس الوقت فازاي نتعامل مع اطفالنا ازاي نفرق ما بين التربيه الصحيحه والتربيه الخاطئه والسلبيات اللي احنا بنقع فيها ساعات في التربيه كمان الصحيحه كمان زي ما مارينا قالت قبل الفاصل انه ظهر مصطلحات كتير جدا ليها علاقه بالتربيه الحديثه التربيه الايجابيه التربيه السلبيه زمان كان في تربيه ونقطه خلاص يعني هي تربيه بس لكن مع مر الوقت يعني والسنين وظهور الانترنت والسوشيال ميديا ابتدى يظهر عندنا مصطلحات كتيرة جدا فإيه صح التربية القديمة اللي احنا اتربينا عليها ولا التربية الحديثة وهل معنى وجود تربية حديثة إذا يبقى كده في تربية غير حديثة أو تربية سلبية أو تربية فيها مشاكل ده اللي هنعرفه ودي الأسئلة اللي هنطرحها على دفتنا اللي موجودة معانا النهاردة واللي بتشرفنا في الاستوديو دكتورة ميري رمسيس أخصائي تخاطب وتنمية مهارات وتعديل سلوك يا دكتور بنرحب بحضرتك وصباح الخير أهلا بك صباح النور أهلا بك في البداية زي ما كنت بقول في المقدمة إنه ظهر مصطلحات جديدة بقى عندنا تربية حديثة بقى عندنا تربية إيجابية بقى عندنا تربية سلبية واحنا الحقيقه دايما الاباء والامهات بيكون عندهم صراع هي ايه التربيه الصحيحه وهل معنى وجود تربيه حديثه اذا كده يبقى في تربيه غير حديثه او تربيه غير صحيحه خلينا نقول اول مفهوم التربيه بالرغم ان مفهوم التربيه مفهوم ايجابي وتربوي الا ان كتير قوي بتحصل اخطاء غير مقصوده من الاهل او التربويين علشان كده اتبدل المفهوم من عمليه تربيه لتربيه سلبيه م. من هنا بقي ظهر مصطلح تربيه ايجابيه اللي بيأكد علي الدور التربوي اللي لازم يكون موجه عمليه التربيه عمليه مش سهله لازم يكون فيها عمليه بحث وعمليه معرفه ان انا اوصل الطفل اللي معايا إن يكون عنده اتزان نفسي وصحه نفسيه فدي رحله محتاجه ان الاسره تشتغل فيها على نفسها قبل ما نشتغل فيها على الطفل مم. لاني مهما قعدت وعصت الطفل ابنك هيكون مرايه لتعاملاتك معاه صح والسلوكيات اللي بنتبعها كمان في البيت فعلشان كده ظهر مفهوم وبقى فيه وعي للاهالي عن مفهوم التربيه الايجابيه مم. طيب في مشكله كمان تانية بتظهر ساعات كتير بنشوف اولاد او اطفال في سن معين بنشوف سلوكياتهم ممكن تكون مش احسن حاجه او سلوكياتهم يعني فيها مشاكل وتيجي تتكلمي مع الاب والام يقول لك احنا مربينهم احسن تربيه احنا واخدين بالنا من صحتهم احنا واخدين بالنا من تربيتهم بشكل كبير فازاي نحقق المعادله بتاعه انه الاب والام ياخد باله ياخدوا بالهم من صحتهم ومن تربيتهم وفي نفس الوقت الاطفال يكون سلوكياتهم كويسه حتى مش لازم قدام الاب والام ممكن كمان بعيد عنهم سلوكياتهم تكون كويسه فازاي تتحقق المعادله دي صح هو بتبقى في فجوه قوي ان دايما الاهل حاسين احنا بنعمل اقصى ما في عشان خاطر الطفل فليه بقى عنده مشكله سلوكيه؟ بالظبط. هي منظمه الصحه العالميه قالت علشان الشخص يكون سليم لازم يكون سليم في ثلاث اركان في الجانب العقلي، الجسدي، النفسي. كل الاهالي فعلا مشغوله وبتصرف على ولادها حلوه قوي في التعليم وبتحطهم كمان تحت ضغط قوي انا عايزك دكتور، عايزك مهندس، عايزك تحقق اللي انا ما حققتوش. كمان بيهتموا بصحتهم ياكلوا اكل صحي، يدخلوهم انشطه، لكن هل وانا في مر... يعني في رحلتي ببحث عن ادراكه وعن صحته بهتم اني اعمل موازنه للتوازن النفسي لطفلي ما انا كتير من هنا بقى بيحصل دروب بتحصل المشاكل النفسيه هما فاكرين عشان بيحققوا الجانبين دول فان انا كده بعمل اللي عليا لكن ممكن فعلا وانا بحقق ده احط ابني مثلا في الدراسه في مقارنات <applause> فده هياثر طيب على شخصيتك ممكن ده يودينا النقطة بقى ثانيه مهمه جدا وهي الاخطاء الشائعه في التربيه، للاسف احنا في مجتمعنا عندنا اخطاء شائعه في حاجات كتير مش بس في التربيه، فايه اللي ممكن ننصح بيها السياده الساده اولياء الامور اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي ونقول لهم انه يا جماعه الحاجات دي اخطاء شائعه ما تعملوهاش لانها بتاثر بالسلب في تربيه اولادنا. هو في بدايه التعريف في الاول قلت هو بيحصل اخطاء غير مقصوده، مفيش حد <applause> آه ولي امر أو بيبقى قاصد ان هو ياذي طفله. لكن لما المصطلحات بتختلف بتحصل بقى المشاكل مثلا اول حاجه طبعا القسوه الزايده م. في فرق ما بين ان انا اكون في فرق بين الحزم والقسوه الحزم فيه حب لكن القسوه بقى سواء كانت ماديه او معنويه بالتوبيخ او اللوم او الضرب ده بيخلي الطفل يطلع جبان عديم الشخصيه ما بيقدرش يواجه ما عندوش ثقه بنفسه فالاهل بيكونوا معتقدين ان انا كده بطلعه شخصيه رجل او, أو راجل بالظبط آه. لكن ده طبعا بيؤدي كمان لمشاكل سلوكيه زي الكذب طفل على طول بيتعرض للضرب فهخاف اقول الحقيقه مفيش نقاش مفيش حوار كمان هيخليه هو يقبل اي علاقه فيها حب في المستقبل بس فيها اذلال واهانه ما عادي ما انا بابا وماما بيحبوني بس بيوبخوني عادي جدا ان هم يهزقوني دي مشكله برضو التدليل الزايد معانا ولا اكون يعني ما انا بقى عايز اشرح بقى يا دكتور قبل ما حضرتك تفتحي النقطه دي للساده المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا، يعني ايه تدليل زائد؟ لانه الناس يعني دايما الاب والام بيبقى عندهم صراع ما بين انه ابني عايز حاجه انا نفسي احقق له طلبه واجيبها له لانه بيصعب عليا ان انا اشوفه محتاج حاجه وانا مش عايز اجيبها له، وفي نفس الوقت لما بجيب له الحاجه دي او بحقق له كل امنياته ده بيتحول عنده لتدليل زائد. فهو ده مفهوم التدليل. امتى بقى بيظهر التدليل وازاي اتعامل معاه؟ التدليل هو اني البي كل طلبات ابني تلبيه فوريه بالظبط فانا بطلعه الطفل ما عندوش مهاره التاجيل م. انا مش بستحمل اني اطلب حاجه وتتاجل طب ده في المستقبل هيحصل ايه؟ ممكن اسرق عشان خاطر البي طلباتي واشبع رغباتي آه كمان بيكون طفل اناني انا متعود أني كل حاجه اعوزها هاخدها او هتجيلي فبالتالي برضو بيبقى طفل عنيد افرض الأهل دلوقتي معهمش إن هم يجيبوا مم. فبتطلع للطفل شخصيات وسلوكيات العند السرقة آه التوكالية كمان اني انا اخدت إني ماما هي اللي ماما بابا يلبوا لي طلباتي مع مش هأجل طلباتي ديا آه طيب في فرق كمان ما بين الاحتياجات والطلبات ما أنا لازم برضو اشبع رغبات ولادي بالزبط. بس دي دي في دي نقطه مهمة جدا آه في حاجة اسمها ضرورية تمام وفي حاجه اسمها رغبات فالحاجات الاساسيه بتكلم فيه طب دي حاجه احنا ما ينفعش مثلا ما نجيبهاش الاكل والشرب مثلا او احنا متفقين على لعبه في الشهر لكن في حاجات تنفع تتاجل مش كل طلب الطفل هيطلبه انا هنفذه لان هيجي الوقت اللي مش هيبقى معايا فيه الامكانيه دي فانا م. بعلم الطفل مبدا هي مش فكره ان انا معايا دلوقتي فلوس الحاجه بس هي فكره اني بعلمه مبدا اه مش يعني ان انا ااجل طلبك لانه مش مهم دلوقتي او في اولويات <applause> عن الطلب دون. طيب اتكلمنا عن القسوه الزائده واتكلمنا عن التدليل، نروح بقى لنقطه مهمه جدا واعتقد انه فخ بيقع فيه الكثير من الاباء والامهات، هي فكره الحمايه الزائده للاطفال والخوف عليهم من اي حاجه، تلاقي الاب والام خايفين على اولادهم بشكل مرعب. يعني حتى ممكن الابن يكون في ابتدائي او اعدادي وشدد حيله وما يطلبوش منه انه ينزل يشتري حاجه من تحت البيت خوفا منه انه يحصل اي حاجه مع انه الابن المفروض انه يعني خلاص كبر ومدرك انه ده شارع ودي محلات وده ناس لكن بيخافوا عليه بطريقه جديده جدا فالخوف الزياده والحمايه الزائده دي بتعمل ايه في الاطفال وممكن تودينا لايه في المستقبل الحمايه الزايده هو ان انا بعمل كفر على الطفل انا اللي بختار له لبسه انا اللي بختار له اصحابه انا اللي بختار له كل حاجه فبخليه طفل ما عندوش شخصيه تمام دايما حاسس انه قليل اضعف من انه يقول قرار ما بيعرفش يتخذ قرارات ما هو انا لو كنت بعرف يعني اخد قرار كانت ماما شاورتني لكن ماما بتجيب لي الحاجه على طول ما فيش اختيارات هي اللي بتحدد مصيري مم. فان انا اعمل الكفر ازاي ده كمان بيخليه انطوائي ومش اجتماعي هو مش قادر ياخد قرارات مش عارف يتفاعل مش عارف يخوض مش عارف يتحمل نتيجه قراراته كمان م. فبيخليه طفل انطوائي مش اجتماعي كمان لو السن صغير بتبقى عامل اساسي قوي ان الطفل كمان يتاخر في اللغه تمام يعني هتسبب له مشاكل جسيمه في المستقبل موضوع طبعًا. الخوف الزائد على الاطفال فيعني هنا طبعا بنناشد الساده المشاهدين واولياء الامور يا جماعه خلوا بالكم لانه موضوع الحمايه الزايده والخوف الشديد على الاطفال زي ما الدكتور بتقول هتعمل مشاكل كبيره جدا في المستقبل احنا في غنى عنها فاحنا نتبع الاساليب الصحيحه صح كده دكتور؟ صح صح وهي كمان بتخليه ان هي عامله له كفر بينه وبين المجتمع يعني انا اللي بتعمل لك انا اللي آه ما هو في وقت من الاوقات مش هيلاقي حد بقى يعمل بالزبط. يعمل الحاجز ده اللي كان بيقوم عارف بتبان فين, فين امتى بقى اول ما الطفل يدخل حضانه ويسيب مجتمع ماما وبابا وده اول مجتمع بقى اختلاط فيبتدي في ما يعرفش يتعامل بقى يحس ان الدنيا جديده عليه في الحض... انا ب... يعني بالنسبه ان انا بقالي 18 سنه في مجال الحضانات فاكتر مشكله بتواجه الطفل اللي هو ماما عامله حمايه زي ده انه بيكون مش متفاعل مع اصحابه مش بيعرف يبادر يعني حد جه لعب معاه هيقعد يلعب لكن هو ما عندوش الروح المبادره اني آه انا اللي هروح العب وانا هروح آه اكون صداقات كمان مش بيبقى عنده الطلاقه اللفظيه في الحوار طيب دي مشاكل آه هنروح بالزبط. بقى لمشكله تانية ودي مشكله بقى مشهوره جدا في البيوت المصريه بالذات هي فكره المقارنات نيجي في نتيجة مثلا بتاعة الشهادة بتاعة المدرسة يقول لك أصل ابن عمك جاب أزيد منك، أصل ابن خالتك جاب مش عارف أحسن منك، فدايما المقارنات وللأسف الأب والأم ما بيبقوش عارفين حجم المشاكل النفسية اللي بيتعرض لها الطفل بسبب المقارنات وبسبب إنه فلان أحسن منك، جارك أحسن منك، ابن عمك أحسن منك. ده بيعمل ايه في نفسيه الطفل عشان الساده المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا يفهموا انه المشكله بتبقى كبيره جدا وهم مش فاهمين ده دايما الاهل بياخدوا حته المقارنه دي على سبيل التشجيع مم. آه انا بس بحفزه علشان يجيب المره الجايه درجه احسن انا بحفزه علشان يكون اشطر طيب الشخص اللي دايما بيقع عليه المقارنات ده ما بيبقاش عنده ثقه في نفسه بيبقى شخص بيكره بيغير آه، لانه دايما شايف ان ماما وبابا مش شايفيني بقدراتي وبمهاراتي دايما عايزيني زي فلان زي اخويا زي ابن خالتي طب ده هيعمل ايه لو انا بقارن باخويا هكره اخويا آه، مش هيبقى عندي ثقه بنفسي آه، هغير علشان انا دايما حاسس اني ماما باصه لده عشان مميز عني فطبعا حته المقارنات دي بتهد شخصيته كمان بنفسي. هتبقى ضعيفه اعتقد بالزبط. يعني بالظبط وكمان مش... هتخلي الطفل ان هو دايما باصص على نص الكوبايه الفاضي يعني انا لو انا شاطر في تسع حاجات وفي حاجه مش شاطر فيها وماما بقى مش باصه للتسعة باصه للحاجه دي فهتخليني في نمط شخصيتي لما اكبر ان انا ابص على السلبيات اول ما اخش مكان يعني تقع على الحاجه الغلط ما ابصش على الحلو لاني انا في الصغر ما تبصليش على كده طيب بعد ما اتكلمنا في كل المشاكل دي كلها واستعرضنا الحلول بتاعتها لو هندي زي روشتة كده للمتزوجين وبالذات بقى حديثي الزواج اللي هم لسه مخلفين جديد او لسه عندهم ابناء جديد ما بيعرفوش ان هم يتعاملوا معهم او بيخافوا من, من المشاكل اللي احنا اتكلمنا فيها دي فلو هندي روشتة سريعة كده فيها عدة نقاط للأباء والأمهات نقول لهم ايه كيف يتعاملوا مع ابنائهم بالذات في ال في السنوات اللي هي بقى بتبقى خطيره بقى المبكر في المبكر اللي هو في اول ست سنين بالظبط طيب في مقولة بتقول ان مش كل مريض جسدي مريض نفسي لكن كل مريض نفسي مريض جسدي نحاول نعمل توازن ما بين ادراك الطفل وما بين جسده وصحته وما بين توازنه النفسي علشان ده هيأثر تاني حاجة الموضوع مش صعب ما اهالينا زمان ربوا يعني وما كانش فيه كم التوعية والكورسات زي دلوقتي انا هطلب من كل ولاية امر ومن كل اسرة يحطوا نفسهم مطرح الطفل ابنك اللي عنده خمس سنين اللي انت بتعنفه وتوبخه قدام الناس، انت لو مكانه هتحس بايه؟ وكنت ساعتها هيصعب عليك ازاي؟ وتتصرف ازاي؟ دي ابسط نصيحه ممكن اقولها للاهالي لو هم مش عارفين يعملوا بحث، ودلوقتي كمان الانترنت خلاص بقى كتير قوي يعني لو كتبت اي حاجه م. على جوجل هيطلع لك الارشادات وهيطلع لك ازاي اقدر اتعامل مع ابني في كل مرحله عمريه. طب على ذكر بقى الانترنت كويس ان حضرتك ذكرتي النقطه دي، انا دي حاجه انا بلاحظها شخصيا في اباء وامهات كتير الحقيقه فكره انهم بيسيبوا اولادهم بالساعات على السوشيال ميديا ودي حاجه بقت تيجي تتكلمي مع الاب والام تحسي ان هو عادي ما هو خلاص مسحول انا الام واقفه بتطبخ الاب شايف شغله فابنهم مصدعهم فايه اديله الموبايل عشان يتسحل فيه شويه فموضوع السوشيال ميديا واخترته على الاطفال خصوصا في السنوات المبكره دي وفكره انه الطفل بيستقي معلومات من مصادر مختلفة وجهات ممكن تكون مش حقيقية ومصادر غير صحيحة وبتحس انه الجهات دي بتدس في دماغ اطفالنا افكار معينة من صغرهم بتعمل معاهم مشاكل كبيره لما يكبروا فازاي اتعامل مع مع طفلي لو هو عنده المشكله دي وانه بيقعد على السوشيال ميديا كتير وكمان الالعاب الالكترونيه بنشوف كمان العاب الكترونيه بطريقه تعلم العنف كبيره جدا كمان. بتعلم العنف وشفنا كمان حوادث كتير جدا في السنين الاخيره فازاي اتعامل مع ابني لو هو ماسك الموبايل طول الوقت طيب اولا انا اللي بعمل اول غلطه في حياه الطفل انا اللي بعرضه للشاشات <applause> الطفل اللي بيتعرض للشاشات ده بيحصل له مشاكل كتير قوي اولا بيتاخر في اللغه تاني حاجه بيحصل له تشتت انتباه اتعلم ان هو ياخد المعلومات ويستقبل من شاشات او من اجهزه مش بتكلم مع ناس مش بستمد معلوماتي وخبراتي من بشر فعشان كده تلاقي الطفل حلو قوي وقاعد ساكت وهادي قدام الشاشه لكن لو حد جه وجه او اداله معلومه او راح في الحضانه وحضر مثلا فقره او حاجه مش منتبه ليه اخذ ان هو يستقبل المعلومه باصوات معينه، بنغمات معينه، بالوان وشاشات معينه، فده بياثر على السنين الاولى في حياه الطفل م. انه بيحصل له تشتت انتباه وتاخر. تاني حاجه لازم أع... يعني اكون عارفه ايه المحتوى اللي ابني بيتفرج عليه. م. كتير قوي ممكن نكون بنقول بيتفرج على كرتون بس جوه الكرتون ده بسمع مشاكل رهيبه. م. يعني اول مشاكل سلوكيه لما بنيجي نعمل بحث حاله كده بتطلع ان بسبب الولد شاف منظر شاف كرتون شاف حاجه، اللي له طب ما هو انا فاكراه كرتون. فمهم جدا متابعه اولادنا، يعني مهم ان احنا ده ما, ما يكونش تسلط، يعني ده ما يوديناش لنقطه انه اصل برضه في اباء وامهات لما تيجي تتكلمي معاهم في النقطه دي يقول لا انا انا عايزه اسيب ابني براحته، مش عايزه اعمل عليه تسلط عشان ما يطلعش مش عارف ايه. <applause> لا يعني ايه برضه ازاي اعمل توازن لان دي نقطه مهمه جدا ازاي اعمل توازن بان انا اخلي بالي من بعيد لبعيد كده ابني بيعمل ايه وبيتفرج على ايه وفي نفس الوقت ما بقاش متسلط عليه جامد عشان ما يطلعش حاسس انه دايما في رقيب ودايما في حد باصص عليه ازاي احقق التوازن ده هو انا لازم اعمل كنترول على الوقت وعلى المحتوى على الوقت ان هي بتبقى اتفاقات انت ليك ساعه في اليوم هتقسمها نصين هتقعد الساعه بس احنا في الاول هنمشيها باتفاق الطفل اللي عايش باتفاق مش هيزعل، مش هيقول ان انا ماما بتمارس سيطرتها عليا، ده اتفاق. <applause> تاني حاجه المحتوى في برامج كتير ان ما بين الاهل اقدر اراقب بيها ابني مش هنسميها راقب اني اتابعه امتى اقفل التليفون اشوف ابني اتفرج على ايه احدد له البرامج اللي يتفرج عليها فمن هنا انا بعمل آه، وقايه وبعمل رقابه ما انا انا الاب والام انا الاسره انا اللي لازم اراقب ابني م. فهي مش حته تحكم بس حته ان انا اعملها ازاي واطبقها ازاي اطبقها باتفاقات الطفل لو اخذ ان هو في اتفاق وفي نقاش تمام مش كل حاجه متاحه ما كل الاطفال مش عايزه اي حاجه فيها مجهود ذهني م. عايزه تقعد وتتفرج ولكن اي حاجه فيها مجهود ذهني بتبقى بالنسبه لها لود طيب أنا لو مشيت آه على كده مش ها... آه, اه طيب اخيرا عايزه اسالك بقى سؤال آه مهم جدا وهي تربيه الطفل الواحد بتختلف عن تربيه طفلين او ثلاثه يعني دايما بشوف انه آه الطفل الاوحد ممكن يكون عنده مشاكل نفسيه او بيتعرض لمشاكل نفسيه لانه وحيد لكن الطفلين او الثلاثه ممكن آه يعني يتجنبوا هذه المشاكل فهل صحيح انه تربيه الطفل الواحد آه بتسبب مشاكل وتربيه طفلين او ثلاثه ممكن ما تعملش هذه المشاكل؟ هي لو اتربى في تربيه صحيحه هنتفادى المشاكل. مم. هي مشكلتهم بيبقوا واخدين ان كل حاجه مثلا حته انانيه شويه، كل حاجه في البيت، كل اللعب دي بتاعتي. غير الطفل اللي عنده اخ عارف ان دي حاجتك وحاجتي، الملكيات. دي مشكله بيقع فيها. مشكله مثلا الحوار والتفاعل، الاخوات اللي قاعدين في البيت وبيلعبوا مع بعض بيتفاعلوا اكتر، لكن الطفل الوحيد مفيش بتبقى بيئه تفاعل لكن لو انا عوضت ده دايما بدي نصيحه حلوه قوي اني اخلي الام تستانس باي حيوان اليف مع الطفل م. لازم يحس ان هو بيهتم بحد بياكل يعني بسلحفه لو في بوبي في البيت لو في قطه هتيله اي فكره العطاء يعني لازم نعلمه إن, أنا العطاء. ان انا في حد شاغل وقتي معاه في حد انا مهتم بيه امتى اجيب اكله الاحظه العب معاه لان الطفل الوحيد برضو لو ما توظفش وقته صح هتلاقيه قاعد على اجهزه هتلاقيه هيضيع وقته في ايه يعني صحيح يعني يمكن يا دكتور زي ما حضرتك بتا... بدأتي كلامك بفكرة أنه التربية هي فعلا شيء صعب جدا لكنه ممتع و... ويمكن أنا كمان اتكلمت في ده في المقدمة الحقيقة التربية بحر كبير جدا ومحتاجة حلقات كتير جدا ومحتاجة أحاديث كتير جدا فكرة التربية الحديثة والتربية في حد ذاتها سواء إيجابية أو سلبية إزاي نتفادى الأخطاء حقيقة محتاجين حلقات كتير جدا ومحتاجين نتكلم في ده كتير جدا عشان كده إن شاء الله هيكون لينا لقاءات تانية كتير وهنتكلم فيها عن التربية بشكل عام بقى وهندخل في تفاصيل كتير جدا ليها علاقة بتعديل سلوك وتعديل مهارات وإزاي أتعامل مع ابني وفي اسئله كتير جدا كمان بتجيلنا من الساده المشاهدين باستمرار عن فكره التربيه وازاي ربي ابني وكمان مواقف بتحصل على ارض الواقع محتاجين نجاوب عليها فاكيد هيكون لينا لقاءات تانية وهنتكلم آه 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 باستفاضه اكتر عن التربيه شرفتينا ونورتينا آه دكتوره ميري رمسيس اخصائي تخاطب وتنميه مهارات وتعديل سلوك آه كنت معانا النهارده وان شاء الله هيكون لنا لقاءات كتير جدا شكرا جدا شكرا, شكرا لك لي. وبكده مشاهدينا الكرام آه نكون انتهينا من حلقتنا اتكلمنا عن التربيه ومفهوم آه التربيه الحديثه ومفهوم التربيه الايجابيه ومعنى آه وجود التربيه الايجابيه في حياتنا بشكل كبير وكمان آه اتكلمنا عن مشاكل كتير قد يتعرض لها الاباء والامهات لكن بالتاكيد ليها حلول وبالتاكيد ليها حاجات كتير نقدر نعملها عشان نتجنب هذه المشاكل دي كانت حلقتنا النهارده من برنامج صباح مي الى ان نلتقي في حلقات قادمه الى اللقاء